السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مراحب ويا لم بمن يشارك. طبعا كالعاده طول الفتره اللي جايه هنتكلم على في البدايه دايما على لحل مشكله التضييق على السوشيال ميديا للوطن العربي كله. فكل ارجو من كل شخص يشاهد هذا الفيديو ويتابعني انه يعمل لايك وشير وكومنت، عشان ده بيعمل فرق كبير جدا في وصول الفيديوهات. طيب ايه الحكاية؟ انا كنت واضح وما زلت ان انا شايف ان الزمالك يبقى اقرب لي في الفترة الحالية مدير فني مصري، وقلت لكم الاسماء المرشحة او المعتقد انها ممكن تكون موجودة: كابتن شوقي غريب، كابتن طارق مصطفى، و أيمن الرمادي. هل هناك مفاجأة قد تحدث في نادي الزمالك فيما يخص المدير الفني؟ الحقيقة أنه تم إغلاق ملف المدير الفني، أو ستسمعون قرار الإغلاق خلال يومين ولا حاجة. وصلنا لإيه؟ أفتكر حاجة مهمة قوي قبل ما أكمل كلامي، أنه الدولار في مصر في دولار رسمي ودولار غير رسمي، ومن ثم طالما ان الامور راحه جايه كده فالدولار غير الرسمي بيبقى عالي قوي، ويبدو انه ممكن خلال الفتره الجايه يبقى في بعض المحاولات لترميم الامر، فيبقى الرقم اللي في الخارج قريب قوي من الرقم الرسمي. ده جعل اداره الزمالك وكل الادارات الانديه بعد شويه يعني هتتعامل بتروي شديد جدا. يعني لو انت رحت جبت واحد زي اوساريو وبتدي له 100,000 دولار، تضرب 100,000 في 30 يعني بتتكلم في 3 مليون جنيه كل شهر. الدولار هيزيد بعد شويه فممكن يبقى ب 4 مليون ال 100,000 او 5 مليون، الله اعلم. كل ده هيبقى حمل على الزمالك في اللحظه دي. ليه؟ لانه مطالب انه يوفر لهذا المدرب الرقم المالي الكبير ده، اللي هو ممكن يبقى اكتر من 100,000. انا بتكلم على اوسيريو يعني الاقرب يعني اخر واحد. ومن ثم نيجي بقى لحاجة مهمة، فكرة المدير الفني الأجنبي. وهناك أسماء متداولة على السوشيال دلوقتي، هي أسماء متداولة. حصل حوار، حصل مناقشات، نعم، لكن في الأغلب الأعم الزمالك سيستمر بمدير فني مصري. قلت لكم الثلاثي، لكن كلام دلوقتي كمان أنه ليه الثلاثي أساسا؟ إحنا معانا معتمد جمال. إذن الاتجاه دلوقتي ان الكابتن معتمد جمال هو اللي يكمل المشوار مع نادي الزمالك، والمورال اللي جاياله على طول ابو سليم في الكونفدراليه، وانه بيتم توفير للكابتن معتمد امور كتيره جدا، منها فريق السكواده او السكاوتنج اللي موجود او اللي بيتكون، اللي قد يصل عدد اعضائه الى 10 او 11 واحد، ومتخصصين في كل حاجه ما بين قطاع شباب وبراعم وفريق اول ومنافسين وخبراء في لعيبه افريقيا وفي شمال افريقيا وفي اسيا، يعني تتالي قويه جدا 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 يعني. ومن ثم الاتجاه دلوقتي الى ان الكابتن معتمد جمال يكمل. طب امتى القرار ده هتسمعوه؟ اما يوم الاثنين في الاجتماع بتاع المجلس او يوم الاربعاء، اختاروا لكم يوم. لكن خلال الاسبوع ده هنعرف اخر الموضوع، ويغلق ملف المدرب اما يوم الاثنين او الاربع. انا بقول يومين اهمت، اما الاثنين او الاربع والغلق ده، اما حد يتبرع بالفلوس وبالدولارات، مش يتبرع بس بالجنيه، ليه مدير فني جديد فيتعاقدوا معاه، او ان الزمالك يقدر يوفر جزء من الدولارات مع التبرعات فيقدر يكمل. لو ما حصلش ده مفيش مدير فني اجنبي. هتعرفوا امتى؟ يوم الاثنين او يوم الاربعاء. يوم الاثنين او يوم الاربعاء. طيب اذا غلق الملف بتاع المدير الفني خلال 48 ساعه، بالكتير قوي 4 ايام. تمام كده يا جماعه؟ عداني العيب، قلت لكم كل حاجه اهو بالتفصيل وبوضوح. طيب في حاجه كمان بقى بمناسبه التبرعات. الزمالك كابتن حسين لبيب قبل مباراه بيراميدز اجتمع مع اللعيبه وقال لهم ايه؟ قال لهم لو فزتوا في المباراه دي بتاعت قبل النهائي على بيراميدز كل لاعب 60,000 جنيه.
تمام 60,000 جنيه. وقد كان فاز تاني يوم، تاني يوم تم تسليم هذه الفلوس. خلاص تم بقى 1.5 مليون، 1.5 مليون جنيه دي قيمة المكافأة اللي خدها لعيبة نادي الزمالك، كل لاعب مستحقات اللعيبة عاقة بالفلوس اللي دفعهم بالكامل، وهدية منه كان هاني بيرزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني بيرزي اللي تبرع أو أهدى نادي الزمالك 1.5 مليون قيمة كامل مكافأة الصعود إلى النهائي. هاني بيرزي عمل الهدية دي للعيبة ولكمان لمين؟ للزمالك، اداهم 1.5 مليون، واللي زي خد 1.5 مليون دول حولهم للعيبه واستلموا الفلوس بتاعتهم. خلي بالك ده جزء مهم جدا، ان انت تقدر توفر المستحقات بشكل سريع، واما 1.5 مليون قدر معاه بشكل سريع برضه هاني بيرسي خلص الحكايه ودفعت الفلوس بتاعت ايه الحمد لله اللي توعدوا بيها اتفحت. وده معناه ان الوعود اللي من النوع ده هتتنفذ، 60,000 100,000 سهلين هيعدوا. طيب في حاجة مهمة برضو لازم تبقوا واخدين بالكم منها، وهو شيكابالا وعبد الشافي مالهم بقى؟ الاتنين كباتن الفريق والاتنين عاملين دور ممتاز جدا، ومحاولة لضم الفريق على بعضه وبروح واحدة وحالة واحدة عشان بطولة افريقيا والعودة مرة اخرى للدوري، وبعد ان الاهلي كمان ما بيتعادل النهارده، يعني بيخسر نقاط اهو وخسر نقطتين، ازاي خسران 10 نقاط بس في الاخر خسر نقطتين وبقى عنده 13 نقطه والزمالك 8، يعني بنتكلم على الوضع اللي موجود انه قريبين نقدر مش عارف ايه، ممكن يقع تعادل كمان واحنا نستعيد نفسنا، الحاجات دي مقبول انها تتقال. خلاص؟ لكن هنا برضو يجي موقف شيكابالا وعبد الشافي في ايه؟ ان ده الموسم الاخير ليهم. عبد الشافي ده اخر موسم ليه، وشيكابالا ده اخر موسم ليه توقيع، يعني العقود بتاعته. ومن ثم دلوقتي في كلام ان مجلس اداره نادي الزمالك هيجتمع في اقرب وقت مع شيكابالا مع عبد الشافي ويسالهم انتوا عايزين ايه، موقفكم في الموسم المقبل مع النادي ايه. يعني مثلا عبد الشافي يقول لك انا عاوز اعتزل، لان كان هيعتزل. شيكابالا يقول لك لا انا ممكن اكمل موسم او موسمين. اللي هيقولوه اللعيبه، ده اللي فهمته، ان اللي هيقوله عبد الشافي واللي هيقوله شيكابالا لمجلس اداره الزمالك اللي هيقعد معاهم الكابتن اكيد احمد سليمان، يعني اللي هيقعد معاهم اكيد وكابتن حسين لبيب، هيوافقوا عليهم. يعني لو شيكابالا قال لهم انا عاوز سنه، هيتعمل له السنه. انا عاوز سنتين، هيتعمل له السنتين. مش عارف شافي، لا انا سنه واحده كفايه، لا انا هعتزل. اللي هم هيطلبوه هيحصل. ده موقفهم، ده اخر الحكايه، بقول لكم من الاخر للاخر. في حاجة مهمة جدا، اللعيبة الجداد، هل الزمالك هيدفع فلوس القيد؟ الاتجاه دلوقتي انه يتم دفع فلوس القيد قبل شهر يناير، يعني كام في شهر 12 الجاي ممكن نسمع ايقاف القيد ده حصل، ان الزمالك دفع الفلوس. بيتم توفيرها دلوقتي باشكال شتى عشان يوصل للرقم ويحلوا الموضوع ويتم تحويل الفلوس الى لشبونه ومن ثم الى تشيمبونج عشان يتم رفع القيد. ومن ثم يجي السؤال بعد الله، طب والتعاقدات؟ ازيك هجيب مين في يناير؟ الحقيقه ان ازيك عشان يجيب في يناير هيدفع الاول للعيبه اللي موجوده. وده مبدا عند الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان. مش هندفع في لاعب جديد قبل ما اكون دفعت في اللاعب القديم. مستحقات اللعيبه القديمه تتاخد وبعد كده تجيب اللعيبه، مش هنعمل اللي كان بيحصل قبل كده. ويعمل فورتينا في الفريق، وان اللاعب الجديد ياخد مقدم ولا ما اخدش ووقف يحسب. لا، اداره الزمالك الحاليه مختلفه عن السابقه. المدير زيك محتاج لعيب، محتاج لاعب واثنين وثلاثه في يناير، لكن مش هعرف اجيبهم الا لما ادفع الفلوس اللي عليا، اسمها كده الفلوس اللي على نادي الزمالك. الفلوس على نادي الزمالك هي اما تدفع هتلاقي بعد كده الفلوس بتتحول وتروح تشوفوا تعاقدات. فيبقى الفلوس اللي المفروض تدفع ان احنا مش هنجيب لاعب الا لما ندفع اللي علينا، يبقى مفيش تعاقدات جديده الا لما يكون دفع الفلوس اللي على الزمالك للاعيبه الزمالك الحاليه، المستحقات بتاعتهم. المعلومه اللي عندي والله على واحده، انه سامسون ايكنول وابراهيم النضاي سيتم التعاون، يعني في شهر يناير مش الاداره مش عايزه وجودهم.
فكرة بقى انه كمان بعاد عن المستوى، ثم كمان تقليل النفقات الدولارية وتوفيرها في امور اهم. تمام. ومن ثم في محاولات شتى دلوقتي لتسويق، وبالعكس اكتر ناس فرحانة بمشاركة اكينولا واحرازه للهدف في مباراة بيراميدز هي ادارة نادي الزمالك. ليه؟ لان عشان ممكن تسوقه ما بين اعارة ما بين بيع، المهم تعرف تتخلص منه في اللحظة دي هو وابراهيم النضاش. ومن ثم الاستغناء عن ابراهيم النضاي وعن اكينولا، يعني رحيلهم هيكون قريب قوي قوي ويكون في يناير، يعني مش هنطول مع بعض للنهايه. تمام؟ افتكروا الموضوع ده معايا يعني. خلاص؟ طيب. في حاجه تانية، في بعض من اللعيبه اللي عقودها تنتهي في هذا الموسم، ده غير شيكابالا وعبد الشافي، مش هقول اسامي انتوا عارفينهم، بيفكروا انه لو تم رفع القيد، الغاء القيد يعني عن الزمالك ومن حق الزمالك يتعاقد، فموافقين يدخلوا في صفقات تبادليه ويكملوا ياخدوا الست شهور دول في مكان تاني ويمشوا، مش عاوزين يكملوا، الظروف صعبه عندهم، مزنوقين، مضغوطين، مش مرتاحين، فعاوزين يمشوا. طب لو القيد ما اترفعش، قال لك خلاص نهايه الموسم مش هنجدد. فاهمين كلامي؟ فاهمين قصدي؟ عارفين ابو مين؟ اعرفوا انتوا الاسامي. ايه الفكره؟ لو انا دلوقتي انا مش هقدر اكمل، الزمالك هيجيب خلاص الحمد لله ربنا كرم النادي وفك القيد، يعمل صفقات، انا ممكن ادخل في الصفقه دي وامشي اروح النادي اللي نتفق عليه. الضغوط عليهم كتيره في نادي الزمالك، الضغوط الجماهيريه كبيره جدا، مش قادرين يستحملوا ظروفهم مع ظروف النادي مش متركبه، فعشان كده هيعوزين ايه؟ يعملوا فرار. وده حقهم يعني، خلاص مفيش مانع. هنشوف الموضوع يجرى فيه ايه ويحصل فيه ايه، لكن في الاخر عاوز اذكركم بحاجه. النهارده في ماتش الاهلي والجونه، التراس الاهلي مع التراس الجونه، يعني اللي هم التراس الاهلي في الجونه، يعني نوعين هم الاثنين بيشجعوا النادي الاهلي، بس ده اسم وده اسم، الاثنين اتخانقوا مع بعض وحصل فيه تدخل رهيب يعني ومشاكل. انا مش بتكلم على الموضوع ده بقى كزملكاوي واقول شفت، لا خالص، انا بحذر، خلي بالك يا وزاره الشباب ويا ويا نادي اهلي ويا كل الناس، انه يبقى في المشاده دي والخناقه دي بين عنصر واحد مقسوم نصين، الاثنين بيشجعوا النادي الاهلي بس مختلفين، ويحصل العنف ده، احنا رايحين لازمه كبيره بين الجماهير وبعضها البعض. خلي بالنا، ويا جمهور النادي الاهلي، لا داعي للخلاف، في الاخر انتوا بتشجعوا نادي واحد ولعيبه واحده، تتخانقوا ليه ومين يشجع ومين ما يشجعش؟ والحاجه دي خلي بالك، العنف ده ممكن ياخدنا في اتجاه مش حلو، ووصلنا في منطقه مش حلوه كرياضه مصريه. فنرجو ان يكون في تدخلات عاقله من اداره النادي الاهلي وايضا من وزاره الشباب واتحاد الكوره لحل المشاكل دي عشان لا تتفاقم، ده لو تفاقمت هيبقى على راسنا كلنا. ربنا يستر في الاخر. يلا اشوفكم على خير في اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.